السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. من البرد غادي تحراني حطبها مربعة، الكنديش أنا مثلج، ما أدري شو تبي تتعبت في الدقام اللي هنا، ما أدري شو بقيت. عارف إيش قالي بقي خفون على البرودة؟ ما عرفت، لأ أنا اللي هندمونه مرة ما عارف لهن هاي هاك اللي في دقام ويظهر الأرقام وما أدري كيف. عارف عارف شرات اللي عندنا في البيت المدينة الأولي ولا والله أني ما عارفه، وتيبست من البرد حتى لساني غلظ، كان حد لسانه يغلظ من البرد، أنا أبوي لساني غلظ. هي والله البرد اللي في الدنيا كله أبوي في الحجرة، ولا ناش والله من الصبح صليت أيضا من الله خير، قلت في خاطري برمزكم بعد شوي، والحين بعد شوي، والحين بعد شوي، وبعد شوي والحين، وهي ظهرتي، هذه ظهرتي الحين والله يا ابو قطارة الطيور برزاقها. انا والله مستحيب من نظافة هالحوض، انا ابو معقول ما كان الزلال، ما كان الزلال، لا اله الا الله، اما قد شفت حوض هالنمون. اي والله قد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وبعد ما شاء الله اربع وديات قبل ودي واحده، ولكن الحيضان هاي اللي قد نشوفن حيت الاول حيضان يومين والثالث شبت أطرافه، يومين والثالث غدا فيه شبو يشبي تظهر فيه طحالب، الحين ما شاء الله حيضان تغني يا ليل ومستنقعات وبحيرات ما يشبن. هذا كل تأثير الطب والعلاج والتكنولوجيا والاختراعات الجديدة، تم يحطون أشياء ما تشبي ولا شيات شيء عندهم بصره، يعني ما يستوي منه والدرب ما يستوي مني والطريج ما يسوي، لازم شيء صرفه وشيء دبره عندهم. أنا أبوه بلا ما يشبي دنيا يوم أقبلت قلت بشعرة تنقادي، يوم أدبرت ما فادي سلاسل قطعت، هاي الدنيا يوم بتجبل عليك البنات ما جبلت، يوم بتدبر هي ما شيء فايدة. فلذلك قالوا هالنمونة قال الوصف دنيا يوم أقبلت يهت بشعرة تنقادي، يوم أدبرت ما فادي سلاسل قطعت، هاي الدنيا يوم تجبل على الإنسان بأدنات الدون تيها، الله كاتب الله كاتب إيك الرزق وإيك الخير لمكانك. فلذا قالوا دنيا يوم أقبلت يهت بشعرة تنقادي، بشعرة بشعرة ما تشل شيء، لكن يوم أدبرت ما فادي سلاسل قطعت، سلاسل وصناقل إرادة ربك، يوم الله يأخذ النصيب ويقطع الرزق خلاص له حكمة في ذلك. فلا دمي ما يزعل يوم بيصير عنه شيء أبدا، ولا بيفارج صاحب ولا صديق ولا أخ ولا أخو ولا ولد ولا بنت ولا زوجة ولا أي كان، ما يزعل يزعل، لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل، إرادة ربك سار عنك، والله هو اللي عاطنك إياه، يوم ياك أنت ما سويت اليهد بشعرة، بأمر الله كن فيكون، لمح البصر ياك الرزق، كان عقار كان خير كان رزق كان صيد كان صحة ياك بأمر الله، يوم الله يريد يا أخي تعالى الله سبحانه وتعالى هو اللي مرزجنك وهو اللي معطنك الأشياء هذه، وبلمح البصر ياخذها عنك، يختبر وياخذها عنك لاجل يختبر قوتك انت شو، هل انت شكرت يوم عطاك، لازم تشكر بعد يوم ياخذ عنك. هي الله سبحانه وتعالى المنان والرازج، انت يوم عندك خير ما تيلس تغدي فشرتن وحده، ترى وايده اللوادم وايده وايده اللوادم لياها خير، وبطروا ابطر رب العالمين، كان الناس اللي من غير من يطيرون يطيحون تنكسر، ينكسر كتفه ولا تنكسر يديه ولا تنفد عريوله من الفشره والخقه، ها رب العالم حد من العرب يطيحته على رقبته، من تنكسر رقبته خلاص ما له نجم مره ثانيه. فلذلك رب العالمين ما يحب الانسان اللي تفاخر، ان كان في اصل ان كان في فصل ان كان في صحه ان كان، يقول الحمد لله رب العالمين اولا واخرا، هاي كلمه وصاه كل انسان لازم ياخذها في الدنيا العوده، الا بعد اللي الفشره والخقه راكبه على رقبته مدليه ريولها شيء ثاني.
من الوادب، لو بتقول الكلمة العدلة، لو بتتناصح ويا بينك وبينه، ولا بتقول حطك عدو، حطك عدو. الأول الناس تسمع النصيحة وتسمع الرمسة وتسمع الكلام، الحين اللادي من تقول لعينك أحسن من هاي ين، من تقول له وين ساير قال أبوي هاي غار مني، ولا أنتي تغارين مني. ليش تغار منك الغالي؟ عندك اللي عندها عيون، وعندها عيون، انت بنت عرب وهي بنت عرب كذلك، وكل انسان كل ناس لها ناس، وكل ثوب للباس. لا تقولين انا سمراء وانا بيضه وهاي سمارها غير، ولا هذه سمراء وانا اخير عنها، ولا هذه بيضه وانا اخير عنها. لا لا لا، كل ناس لها ناس وكل ثوب للباس، كل ناس لها ناس وكل ثوب للباس. خلق الله أبويه، وكل على ما قال مصريين، كل يقول المصريين خرب الله تعدوهم، يقول المصريين كل فولة ولها كيال. إيه لازم أبوي لادمي لا يتحرب ويمشي في خيلاء على الأرض، لا تمشي في الأرض مرحا ولا ما هي والله، ولا تعلي حسك ترى بغض الأصوات صوت الحمير، الله يعز مايك والسامعين. المرأة أمور أمور وايدتين على الخاص في الكلام والمعاير والكلام القاصر، وليش تصور جوتيك وما حد يصور جوتي، وليش وليش شي خصكني. والله يا واحد توني تميت أتراد ويا ساعة عكر لي مزاجي من صباح الله خير، عكر لي مزاجي جلب يومي والسبش. أنا شي اللي خلاني يرد عليه أصلا في السناب؟ شي اللي خلاني يرد عليه؟ أنت خلك في ما أدري شي وما طباخ والنفاخ، ودر عنك انت الجواتي، خل الجواتي لحلها. انا ابو محسس اني كاني تكلمت عن سيف البتار ولا سيف علي بن ابي طالب. الله اكبر عليه، هذا غير كلي كبدي، كلي كبدي، كلي كبدي، بغيت ثيابي. والله نحن تحبني تغثني، نحن والله نحن نحبك ونا، ونحن اسفتي مهان علينا انك تصور جوتيك. عش اصور هاي ترى مزح وسوالف، وعندك ودونك. انا ما بروم ابوي ارضي كل الادواق، ولا بروم ارضي يعني شو حكم العداله ما يرضي الناس كلها، انا بروم ارضي كنت صور جوتي. شو صور جوتي؟ جوتي جوتي، والمراد من تصوير جوتي الضحك والسوالف لا اكثر ولا اقل. كلي كبدي خلاها معاير معاير، كاني ابوكم مسوي اليور قرب الله تعدوه يا ربي. قلت له انا ابوه ودرت انت الحين هالمواضيع كلها، وقبلت موضوع جوتي، جوتي ظهر في التصوير ولم اسمع عن الجوتي، مجرد ابتسام وضحك مغير سوالف ضحك. حشي يا ابوكم حد من العرب متفيج لدرجه يعني ودر كل ستوري طوله ساعتين عن الجوتي ثاني، تعزم ما خلى ولا بقى شيء. وترجيت في كتبت الرسالة عقب ما جلب يومي، بخبركم هذا من عقب ما عقب الصبح يمكن 7 و8 ما ادري كم. قلت له دخيل والديك لا عاد تكتب شيء، لا تغثني. هذا من عقب ما قدم الاعتذار يعني، جزاه الله خير اعتذار وهذا. قلت له ما علي، لكن لا عاد تكتب شيء. قال ان شاء الله بكون متابع وبصمت. المشكلة طلع وناس أعرفهم وأهله طيبين وناس خيار، قال لي أنا من الإمارة الفلانية خالي فلان. قلت والله مليار والنعم بخالك، لكن أنت حشي أبوكم هي والله والله طلع يعني شو بقولكم أمور وايدة لا حول لا قوة، بالرغم أن خالة من أخف دم الناس اللي الأول عندنا في أبوظبي، خالة خفت الطين ليه في الكون كلها فيه. نعم خالة طيب بطريقة خيالية، وخفيف طينة وخفيف ظل، وهو غادي دمه قريس. من أوائل أيام يا ربي ألو ألو صلاح حبيبي وين شفتني؟ انزين يوم وانت منو قال لك هنا سائل البحر؟ انا ما قلت لك سائل البحر. انا اكذب؟ انا ما اكذب حبيبي. وايد غدا اكلت وايد؟ متى؟ شويونه حبيبي. انزين
برد بسوي رجيم، ما حد يشوف الا كالغاوي ابو خير امي ودره. ها شو شو تقول؟ برجع اليوم حبيبي بتغدى وبي. هي لا برد العصر بوي. شو باكر؟ انزين برايك الله يحفظك ويحفظها، ما شيء مشكله صارت تغدى عندكم بدري. اقول لك متبتيني انا متبتي. الصبح بتي؟ انزين انزين بتغطيها ترياك. صلاح شو تريكت اليوم؟ خبز وشو بعد؟ خس. خبز وخس على ابو ارنب انت ارنب. ما يعزل هالسؤال، ما يعزل صلاح يوم ما يوز للسؤال سيده. باي 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 باي. ثلاث حد من العرب يوم ما يبي يرمسك حاس ويهه. صلاح حاس ويهه بطريقه يعني غير نمونه. هذا اسلوب صلاح يوم ما يوز له طريقتها النمونه في الكلام. واليوم اللون البصلي، اليوم اللون البصلي هذا المقص تدرون هاي متى؟ من 3 سنين. وتراها انشربت شربت ولا يعولن هبدهاج في الـ في الـ في البق. هذا بعد منو تدرون منو متصل؟ حفيظ. ها السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ حالك بخير. قاعد داخل البيت ولا لا؟ لا بتغدى في دبي انا حفيظ. حفيظ سكر برد اتصل فيك في بعد شويه. زين اوكي يلا. اوكي باي. زين هذا عاده البلو اللي ما شيء شرات بلو في الدنيا العود، وهذا اكل من سنه دقيان. فاقول لكم لبسه فنانه بلا تقولوا البارح واليوم كل فنان كان يتقهر فطن شويه من اليلسه من الصبح وانا ميلس. اقول لكم بنزل بتريق وبرد وبيلس شوي وبيلس ساعه ولا ساعتين، وان شاء الله الساعه 12 الظهر بكون في وافي في وافي هذا وافي مود. الساعة 12 عندي شغل لقاء خاص بيعيبكم وبيوزلكم إن شاء الله. أقولكم اسمه مركز وافي، مركز وافي. وبربص وياكم هناك عن شيء موضوع وايد يهمكم ويهم المجتمع بصفة عامة. فكل شيء يتحافظ عليه ما يعول، كل شيء يتحافظ عليه. مثل قلت لكم هاي المقاصير من متى حين؟ من سنتين هاي الثلاثة هي شربت ما بيعول. ليش؟ لأنه العناية بطريقة غسيل وغسل يعني تغسله بغسالة وتدهشه يدهشنا الدشكارات دهات اليهد. ليش؟ وين؟ اللي يصل اللي ودهش ما عليه شيء، ما في أي شيء. ليش؟ شاء الله حد إني أنا خلي يكدن ثياب يكد في اللعبة في الغسالات. لا فلذلك عمرا ولا يختربان ولا ولا يسوى عليه من أدنات الدين. ليش؟ لأن العناية من هل البيت يقولون حق المساعدات المنزليات إنه روفن وخفن من الصابون وخفن من الغسال. يوم ابوي الا لبسه وحده ولا لبستين غطوه بماء بارد واظهروه، ما عصروه علقوه في مكان ظله ويحف وكووه وحطوه لللبس ولا يعمل. والله تحره انت امس مخيوطات ميته ما شاء الله عليك ما شاء الله. من هل وين المايه؟ وين ساكنين؟ وين ساكنين؟ لقيناه صارخ. لذلك هذا أنا أبو محمد خالد بن محمد بن عبد الله الخالدي رقم 1 16 أنا على ما تشوفون فنان وزين ورقم 1 ولا ينقصني غير رؤية وجهكم المليح وهذا أنا. عاد الحين الزي هذا كلها تسميته كل حاجه تشوفون جوتي على فكره يعني رقم 1 ما شاء الله علي. الله يربكم الى رقم 1 ونص هبل رقم 1 فضل من الله سبحانه وتعالى وغادي غير نمونه. شفت اللي يقولوا زايع النغول؟ هذا اللي زايع النغول الق بكبري ما شاء الله بسم الله بسم الله علي. واحد يقول والله انا ابو حد يشتحن بعمر هالكذا. هي نعم ما اشتحنت انا بعمري منو تريح حد؟ لا والله لو اسوي لي اسوي ما بيوز الحد. ارضاء الناس غايتها لا تدرك. مدامك مرضي ربك ما
برضي ربك رب العالمين بيسر امورك اكيد. بس بفرح عمري بقول انا زين وانا فنان وانا عدل ويا محني ويا محناك والدنيا وطرج. شو يعني اتشفت عمري؟ ما هو ما تشفت عمري يا ابوي، ما هو ما تشفت عمري والويه وكبره ميفن اليوم مثل ابوي حط القلب بارك الله فيك. ابو الويه كل ميفن، الويه ميفن، الويه العيون مدفنات متن جسم صراط من اصبح لنفسي ما يعودني على الصراط الا الرقاق. لكن ان شاء الله اني بخاف ان شاء الله. اقول لكم شفت شفتي بخاف واحد الحمد لله طالت عمارك من جيت. وانا قلت لهم ابوي زهبوا هم زهبوا خلوا لي ليه تشيك اوت، قلت في خاطري يمكن اتاخر في المكان اللي انا اسال اللي هو مركز وافي يكون يعني ما يكون انه يستوي علي شيء ولا شيء يعني ان الله ييسر الامور ان شاء الله بخبركم هذا. انا دوم يوم يكون عندي موعد ولا شياته اسير قبل الحشر بعشر، موعدي الساعه 12 والحين ان شاء الله 11 ونص بنوصل المول اللي نحن سارين اللي هو مركز وافي سنتر اسمه. ما كذب ابوي بده ابو ابراهيم هذا يسوي تشك تشك، ما كذب ابوي اللي يقول ابوي اللي يصير شيء بيرد صبي ودبي دار الحي، هذه ابوي دبي دار الحي. هاي ابوي مخبله العرب كلها ومننا صلاح مخبل بصلاح، صلاح كل يوم دبي ودبي 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 يلام لام الله من يلومك يا صلاح، لام الله من يلومك يا ابو احمد، لام الله من يلومك مخبله بالدنيا كلها ابوي. راعي تاكسي يوم تقول له انت من الامارات ينينون في اي بلد كان، ان كان في امريكا ولا مصر ولا السودان، من تطري الامارات ينينون العرب. يو اي اي دبي ابو دبي ما شاء الله ما شاء الله ينينونهم ينينوك. هاي البارحه دوم اطري لكم، انا اقول لكم من يطرون الامارات زاغت العرب طفرت اللي يالس ينش خطر عليهم يتخرطفون يا ابوكم. وين ما تبون يتخبلون يشوفون ابوي الاشياء اللي عندنا مش موجود في اي مكان في الدنيا العودة. رافع بنوافيكم عن امور هالدنيا كلها بالنسبه ل اللي ما يعرفون باك جراوند ما عندهم خلفيه عن هالمتحف. بنخبركم ان شاء الله خلاف على وقت يبالي مدى، لان مش كل شيء على عجاله، كل شيء تعطيه وقته وتعطيه حقه وتعطيه الدنيا. شوفوا هذا يطرون الاول، اول ما تدخل دبي برج راشد برج راشد برج حياته هذا هذه اعلى بنايه كانت فيه كنت في الشرق الاوسط. أم ناس يشار لها بالبنان سنين طويلة من يوم الدنيا هاي كلها برايح. هذا هو موجود، هذا برج راشد برج راشد هذا وخلاف أبوي آزم برج راشد أصغر برج بالنسبة حق البراج كلها. اللهم لك الحمد، لكن هو النواة هو البذرة هو النواة هو البداية. إيه هو الله أكبر. وعقب أبوي صلت اللوادم اللهم لك الحمد. يلا خلاف عاد بنرمس وافي يا وافي وافي يا وافي. هذا ابوي وافي من السنات القديم الجميل المميزة اللي ما شيء متجدد دائما متجدد دائما ومتألق دائما وكل زين. فماذا العادة انت ابوي تصرف يا يمين بيكون هذا يا معية وامطرت يا معية وامطرت يا ابوكم في هالمول. احلال وانت احلال لا حلك الله. نعم الأول يا أبوكم هذا ملتقى الكون كله يجون حد من شرق وحد من غرب. نعم لكن الحين ما شاء الله كثرت السناتر والمولات كثرت السناتر والمولات كثرت السناتر والمولات. هذا ما شاء الله تبارك الرحمن هذه مولات تشتي دولة الإمارات. أبوي على ما قالوا هل الباطنة على ما قالوا هل الباطنة اللي عند الزود يزيد ابوي البرازي عزم في عجم شيراز عند هالباطن وصف الاول يتوصف به يقولون البرازي عجم شيراز اللي عنده زود يزيد ومن كان عنده حيلة فليحتال. هاي ابوي بلادنا ما شاء الله ترتيب والنظافة وش ابدأ. شوفوا شوفوا بتلقى طايحة ورقة بتلقى طايح شيء مني منك اللي ابوك لو بيربع وراك بين السكيك تشل تبي تفر بحصاه ما تلقط هالحصاه ولا حطبه قادي البلاد تلق تبارك الرحمن. عمري ما يقارب 57 سنه
حاليا. ما شيء دار في الدنيا، ما شيء مكان في الكون ما سرت لوليده، لله الحمد. كل مكان في الشرق الأوسط وفي العالم، لكن مثل هالدار ما شيء. والله يا أبوك اللي يقول لك من ظهر من داره يقض مقداره، لكن أبوي شفته يقول لك الصقر ما يصقر إلا في داره، الصقر ما يصقر إلا في داره. شيء من الطيور وين ما يصير يقرص، وين ما يصير يحصل صيد، يحصل طريده. يا طيب أخير صيدك يكون في دارك يوم أنت في بلادك مرتاح معي من الله خير. بالأخص عاد وين أنت الحين بلادك، شوفه أتيها العالم من كل بقعة في الدنيا، العودة من جميع بقاع الأرض تلقطهم عندك. أكثر بلد فيها تعدد مذاهب وشخصيات وعالم وناس وجنسيات هي وين؟ دولة الإمارات. هو البلد الوحيد اللي فيه من كل أنحاء العالم. يا ربي أنا قلت 57 رد عادها بالعريف، 58 لا حول ولا قوة إلا بالله، 78 زين. والله الحبيب أقولكم فالحمد لله رب العالمين. كل هاللي تشوفونها المراكز والمواقع والفرجان والحواري والبقع كل هاللي في الدنيا هاي اللي بالأخص دولة الإمارات، أول شيء حطتن كلهن من قبل ما يتأسسن من أيام الأول حدود مركز الغرير، سوق الغرير وسوق الغرير وسوق الغرير. هي والله يقولون بدلوا عدلوا سوي شيء، سووا جديد فيه والله أعلم. هذا بعمل الأوائل المراكز التسوق، شيء جميل يعني الحمد لله رب العالمين. الله يبوكني إن نحن عايشين فيه خير ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. نطلب من الله العافية والستر والأمن والأمان، اللهم لك الحمد. الله يا رب أنك تدومها نعمة وتحفظها من الزوال يا رب العالمين، وتحفظ إن شاء الله كل ولاة أمرنا يا رب، هم حريمهم وعيالهم وأحفادهم وأنسابهم وربعهم وصدقانهم واللي يشتغلون وياهم واللي يشتغلون معاهم وعيالنا وعيال المسلمين وشعب الإمارات، من صغيرهم لين كبيرهم، ليه في البيوت اللي يداومون واللي ما يداومون، اللي يشتغلون اللي في الغربة، الطلبة، الدكاترة، المبتعثين، المرافقين للدخاتر، المرافقين المرضى، كل حد كل حد كل حد كل حد. يلا بس كم عاد أنا بخبركم قايل لكم وين بسير دارة أعماركم. أنا ساير حاليا وموجود عند الدكتور عادل سعيد السجواني، أخصائي طب الأسرة. دكتور سلام عليك. السلام، كيف حالك دكتور؟ حياك الله ابو محمد. كيف انت؟ الله يخليك، الله يبارك البركه، يبارك في حياتك، طول بعمرك. عاني طال عمرك من ابو ظبي لين هني لجل اشوف عزيز وغالي. انت دكتور مميز، حالك حال دكاترتنا اللي من غير، لكن في اختصاصك هذا يشار لك في البنان. طول بعمرك ما ادري. نعم الله يحفظك، شهادتك اعتزلها. الله يطول بعمرك. دكتور عادل المعروف عنه سجاونة عائلة السجواني طايفتهم أغلبيتهم ما شاء الله في العقار والتجارة من الكمبنية الكبار، شو ما علي سامحني دكتور، هذا زيارة ما يخصها بهالسؤال، لكن ما علي من باب الفضول. طايفتكم كلها كمبنية وكلها من النوع اللي تجارة وعقار وبورصة في كل دول العالم، شو يابك حق الطب؟ والله الطب حلو بس شكله امي داعي علي فرحت الطب. الله يبارك. جميل وحلو وفعلا يعني سبحان الله ما اشوف نفسي الا في عالم الطب صراحه. سبحان الله سبحان الله، الله ياجرك ان شاء الله واجر بعد دكتور واجر زين بعد. اي والله الحمد لله. دكتور طب الأسرة معناته حتى التطعيمات والشنتار من استوت الدنيا تحت مظلة دكتور طب الأسرة اللي هو الدكتور العام. طبيب الأسرة طبيب متخصص في الناس في الأسرة، فكل التطعيمات أصلاً تتم تحت أطباء الأسرة في الرعاية الصحية الأولية في كل الدولة في كل عيادات طب الأسرة. تطعيم الإنفلونزا حالياً، تطعيم الإنفلونزا حالياً أهم شيء ممكن الواحد ياخده. ليش؟ موسم الإنفلونزا كل سنة يبدأ شهر 9 و10 ويتم لين شهر 2 في أمريكا بس. في الولايات المتحدة الأمريكية الإنفلونزا يقتل 60,000 شخص سنوياً. لا إله، وله تطعيم وله علاج طبعا. في على دول العالم الثانيه بالملايين عدد الوفيات، ولكن هذا الشيء له تطعيم وله علاج. فافضل شيء الواحد يسويه هالفتره انه ياخذ تطعيم الانفلونزا. وايدين خذوا التطعيم دكتور ويقولون احنا خذنا التطعيم وبعد زكمنا ويتنا الحمه ويانا العقاط ويتنا العترك. لا شو تشوف؟ شوف ابو محمد، تطعيم الانفلونزا يحميك من 4 انواع من فيروسات الانفلونزا، يعني ما يحميك من كل الانواع. سنويا من شهر 2 الى شهر 7 يدرسون العلماء فيروسات الانفلونزا اللي راح تنتشر هالسنه، ويحمونك من 4 اخطر انواع من الفيروسات. فانت تنحمي من الانواع الخطره،
لو يالك الفيروس فبيك النوع الخفيف اللي تشافه منه بسرعه، عشان شي بعض الناس يقول لك خدت التطعيم ومرض، انت لو ما اخذته كان مرض من النوع الخطير، لكن ياك النوع الخفيف، فضروري جدا الواحد ياخذه عشان ينحمي من الامور الخطره، خاصه اذا الشخص عنده ضغط او سكري او كبير في السن، فضروري جدا يحمي نفسه وياخذ تطعيم. خدت الشنتار اليوم مثلا انا، نحن متى اخذنا منها؟ قبل اسبوعين صح؟ قبل 14 يوم اخذناها، متى يبتدي مفعوله؟ بالضبط بعد اسبوعين، عشان كذي كل ما تاخذه من وقت احسن، لان انت ممكن خلال اسبوعين تنصاب بالانفلونزا، التطعيم يبدا يفرض اجسام مضاده في الجسم بعد اسبوعين من اخذ التطعيم، كل ما تاخذه من وقت احسن. شو بقول لك يا دكتور؟ فيزيرات كمبني، والله يا دكتور يعني عايل على الطب عينه كان تبصر. الله يبعمك. تعلم منك السعاده والايجابيه وتعلم مني الطب. الله يخليك، حشاي ماروم ابوي على الطب بس كنت. دكتور، شي يخص كورونا في تطعيم الانفلونزا؟ ما يخصهم في بعض، كورونا فيروس غير عن فيروس الانفلونزا، فيروسين غير عن بعض، تطعيم الانفلونزا يحميك من الانفلونزا. الحين في موسم كورونا ممكن الشخص يصاب بالفيروسين لا قدر الله، والفيروسين اذا كانوا مع بعض نسبه الوفيات توصل ل 30%، نسبه عاليه جدا، لكن انت عندك تطعيم من الانفلونزا، الاصابه بكورونا لا قدر الله نسبه الوفيات 2-3%، فانت تحمي نفسك من فيروس الانفلونزا والكورونا ان شاء الله لين ما العلماء يكتشفون له تطعيم ولقاح دائم وامن بعد التجربه السريريه ان شاء الله بعد ناخذه. فالانفلونزا ما يحميك من كورونا لكن يحميك من مضاعفات الكورونا. يعني الكلام واضح، كل آدمي يجب عليه ومفروض أنه يسير ويتشنتر عن الإنفلونزا اللي هو الشنتر، كلنا سرنا لمح البصر، وأنا ما أعرف المراكز اللي فيها، لكن هاك اليوم أنا ساير من باب الصدفة ساير زيارة عند ياسر بن خدية في مستشفى كليفلند، وشفت الوادم سيد يوم سألته قالوا والله ياسين يتشنترون وبلاش، ما عليك إلا تجيب الهوية مالك ويشنترونك وانت واقف دقيقة شيء، مكان حق الحريم، مكان حق الرجال، مكان حق الكبار، مكان حق الصغار، مكان حق كل حد، ولكل فئة مالها بالاحتياجات الخاصة، كل حد خمس دقائق ما أخذنا شنترنا ونحن سايرين على غفر الحمد لله، بعد هوياتنا لازم هويته في مخباه، فلذلك الحمد لله رب العالمين الأمور طيبة، ومراكز شنتار ما شيء أكثر عنها في كل مكان أتوقع، ما أعرف لكن ما رم أتكلم عن شيء ما أعرفه، لكن في أبو ظبي موجود، في الإمارات أكيد موجود في كل مكان. دكتور، كل الفئات يجب أنها تأخذ التطعيم ولا حد دون حد؟ شو يعني الأطباء ينصحون أي حد عمره 6 شهور وفوق انه ياخذ التطعيم، بس في 5 فئات ضروري جدا ياخذون التطعيم، لان لو اصيبوا بالانفلونزا ممكن تكون مضاعفاتهم كبيره جدا، فحمايتهم ضروره. المراه الحامل، الاطفال تحت عمر 5 سنين، كبار السن فوق ال 60 سنه، واللي يشتغلون في القطاع الصحي والطبي، واصحاب الامراض المزمنه مثل الربو والضغط والسكري، هاي الفئات الخمسه ضروري ياخذون، وانا وانت بعد اخذتها يعني. انا اخذت. دكتور، كبار السن مثلا اللي عنده حد مقعد على كرسي، حد طريح الفراش في البيت، منو يتعبل منهم؟ هاي ما عنده دريو، انا ما عندي دريو مثلا، مايا ما عندها دريو، ما عندنا سياره تشيل المريض على سرير تودي لين المستشفى حسب شنتار، شيء خدمه؟ والله معظم العيادات الحكوميه ولله الحمد قاعده توصل التطعيمات حتى للمنازل، لكن اذا انت قادر تشيل مثلا الكبير السن، الحرمه الكبيره الله يطول عمرها، تيبا لين العيادة ترى تطلع لك الممرضة والدكتور إلين مواقف السيارات يعطونها وهي في السيارة عشان حتى ما تدخل داخل العيادة، لكن طبعا في عندنا خدمات الوصول إلى الناس في البيوت يعني، فالحمد لله في دولة الإمارات الأمور طيبة وايد في خدمات. هل الخدمة هاي مجانية؟ الخدمات للمواطنين مجانية وللوافدين بسعر رمزي. شكرا جزيلا دكتور، نبقى نكمل بعدنا وياك الرمزة. تو دكتور محبين هناك، لا عزمتوا علينا لا قهوه ولا شاي. هاي غلطتي انا. هاي الابتسامه هذه. دكتور حياس اسجلك على فكره وخلالك عيونك. شو وضع البيت يوم قلت لهم اني والله انا خبرت الوالد، قلت له خالد الخادي بيزورني، قال لي صدق؟ كيف؟ قلت له خلي الحين بسأل هالسؤال وانا بسألك الحين، شو سر الابتسامه هذه؟ انا منت اي صوب الكاميرا واي هيجي يجلب، انت شو سر الابتسامه هذه؟ الله يبارك فيك الحمد لله. الأخير فضل من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله دكتور أموري طيبة وكل شيء زين، أي إنسان عايش في هالدولة لازم يكون سعيد، وين ما تجبل سعادة، وين ما تجبل سعادة، شيء ناس من غير، وين ما كل ما دقيت في أرض وتاد من ردات الحظ وافتني حصى، كل ما دقيت في أرض وتاد من ردات الحظ وافتني حصى، هاللي من غير حظهم ردي، نحن الحمد لله حظنا واجه
وعايشين في سعادة في ظل هالحكومة الرشيدة. نظافة وطب ومواصلات وأمن وأمان، شو ندور أكثر عن هالنمونة؟ الله وسبحان الله ربي رزقك يعني محبة، سبحان الله أبو محمد ربي رزقك محبة الناس، يعني الناس تحبك وتعزك وسبحان الله تشوفك بنظرة سعادة يعني. اللهم لك السعادة، عندك على قولتهم الإنجليزي positive vibes كذي تنشر. ما شاء الله عليك، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. دكتور نبأ نصيحة أخيرة، ناس وايدين دكتور يتهاونون في الكورونا، يتهاونون في المخالطة، يقولون الحمد لله الأمور طيبة، أزمة بتعدي يومين ثلاثة غمض برج، أو إن هذا شيء بسيط، أو هذه شيء عابر، أو هذه خطة، أو هذا شيء مستأجر، أو هذا شيء ميوب، وايد الرمزة شيء نصيحة تقدمها للمتابعين والعالم كله اللي من أسب يستفيدون يعرفون الناس والحالات في ازدياد. دكتور الحالات في الزياد، زيادة عن اللزوم، يعني في ناس متهاونة في موضوع المخالطة ومن بعد والأشياء هاي كلها. والله أبو محمد سؤالك وايد مهم، يعني عالميا حالات كورونا جالسة تزيد، وبدينا نتعايش مع الفيروس، فتحنا المحلات والمولات وردت الحياة لطبيعتها في شهر 6 في شهر 7 و8 وكنا عندنا 160 170 حالة في اليوم، شو اللي استوى وصلنا ل 1000 وشيء؟ لأن الناس ما بدأت تلتزم. في بداية انتهاء برنامج التعقيم الوطني كانت الناس خايفة وملتزمة وتلبس كمامة وتتباعد وما تتزاحم، الحين لا، الناس شوية يعني كثير منهم مواطنين ومقيمين بدأوا شوية يعني يتساهلون، هذا الشيء مع الأسف غير صحيح. الحالات ياسة تزيد، نعم نحن نقول للناس شوفوا غرف العناية المركزة، شوفوا الناس اللي قاعدة تصاب اللي يفقد له عزيز عليه، الواحد ما يحس بالشيء إلا يوم ينصاب فيه أو ينصاب حد من أهله لا قدر الله. فيعني ندعو الجميع الصراحة من خلال يعني منبر خالد الخالدي، ندعو الناس للالتزام، لبس الكمام، تباعد جسدي، غسيل والتعقيم، تجنب التجمعات، لأن الفيروس هذا ممكن ينتقل لك وانت متزاحم مع الناس فأنت كيف تحمي نفسك؟ إلى أن يتم اكتشاف لقاح كامل وعلاج كامل للفيروس، دولة الإمارات رائدة في هذا المجال في التجربة السريرية للقاح، إلى أن يتم اعتماد كل شيء إن شاء الله لازم تتخذ الإجراءات الوقائية عشان تحمي نفسك وتحمي عائلتك ومجتمعك، واجب وطني على الجميع أن يتخذ الإجراءات الوقائية عشان حالات كورونا تبدأ تقل إن شاء الله. علاج المريض دكتور، هل هذا مكلف للدولة وايد ولا شيء بسيط؟ والله دولة الإمارات يعني ما قصرت في علاج المواطن والمقيم، فحوصات مجانية، العلاج المجاني في كورونا بصراحة، وهو مكلف، علاج كورونا مكلف، جهاز التنفس الصناعي هذا يكلف بشكل كبير، ودول الثانية يعني تخلي المرضى يدفعون في هاي الحالات، نحن والله الحمد كله مجاني، وبالتالي جزء من أن رد الجميل القيادة في الدولة أنك تلتزم بالإجراءات الوقائية. شكرا جزيلا دكتور، طال عمرك ويحافظك ويخليك، يدفع الشر والبلع عنك وعن من تحب وتود، طول بعمرك ويطول بعمر من خلفك. أقولكم الحين أنا ظاهر لقيت ريال يقول لي أنا يا ستريك من ساعة، قلت والله أبرك كم ساعة، ما لو دريت ما حتى ما ابتديت المقابلة ويا الدكتور. قال لي نحن أبوي دوم نتابعك نسمعك تطري دارين وتطري ربا دارين وتطري دارين، إحدى جزر المملكة العربية السعودية، دارين في المنطقة الشرقية، جزيرة الكنز، جزيرة الأحلام اسمها، من أجمل وأخير جزر كنت يا المملكة العربية السعودية. السعودية بكبرها زينة، يا غير دارين روح لها عبق الماضي والمحامل والحضور ولا وهالبحر وهالخير والقلاع والتاريخ. وهذا الرجال أنا لقطته صدفة، هو أنت جاي مني بالدرب ولا سمعتني أنا موجود؟ لا سمعت إنك جاي ومتعني حقك. يدوب حزرك، إيش حالك حبيبي؟ الحمد لله، الله يسلمك، شو أمورك؟ عساك طيب. حسين شقيق اليوسف. والله مرحبا. مرحبا بزول. ما تصور الحين انت طريت لي قوم حسن عرب. اي نعم. ايش عرفك بهم؟ ايش عرفك بدارين؟ حسن عرب وبني شامس خالي محمد ابراهيم الشامسي. ايوه، وانت شو دراك بدارين؟ دارين بالذات شو عرفك بها؟ كيف عرف دارين؟ سمعتها في سناباتك قبل كم سنه انت مصورها. الله يحفظك، ما شاء الله تامل الذاكره عندك؟ اي نعم. الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله. يلا تفضل تصور. شغله بالله عليك؟ عشرات السنين اخذها وسارت عند هناك. قبل كانوا في دارين عقب تحولوا راس تنورة وإيران عقب حسن عرب وايدين والله بني شامس وايد ما شاء الله عليكم. وهل فيك يود من هاك الأيام؟ نعم.
تبارك الله يحفظك حبيبي. سلم على اهلك الله يخليك ان شاء الله. هلا ابو محمد ويلكم باك. والله العظيم ان تولهنا عليك. السناب بدونك كان فيه فراغ، يعني دائما كنا ندخل السناب نسمع ونستفيد من وراك، نستفيد يعني اشياء عن التراث، اما عن الطبخ. انا والله شخصيا قسما بالله اني كنت افتح سناب كل صبح، اقوى شيء والله العظيم. I like the head. كل اللي انت تعرفه الله يحفظك. يا مرحبا، شو اخبارك؟ والله ماشي الحال. مبسوط؟ الحمد لله. شو رايك في الجو؟ شو رايك الحين تعدل الجو؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. شو تسوي انت هنا؟ والله جاي بنشتغل في البيت هذا. زين بارك الله فيك، جزاك الله خير وشكرا على هالخدمه اللي تأديها. اقول لك، وين اشتغلت قبل انت؟ اي بلاد؟ انا مولود في ليبيا. هي كبرت في ليبيا، بعدها جت الامارات. ما شاء الله عليك. لكن لهجتك لهجة فلسطيني ولا سوري انت؟ لا ليبي. باكستاني. انا باكستاني. تمزح؟ لا والله ما امزح. انت باكستاني؟ وجهي باكستاني، انا بحب باكستاني. هي والله. لكن لهجتك غير؟ لا ليبي. لا ما ليبي كله والله. اي لهجتك ليبيه وعلى فلسطيني على سوري حينه. نعم. شكلك ولهجتك ما بلهجة باكستاني. انت يا ربي عيني. انا عاش العرب اصلا 21 عام قعدت في ليبيا. 21 سنة؟ ايه. في ليبيا. ما شاء الله عليك. كيف يعني؟ والله مولود هناك، الاهل كانوا هناك. في ليبيا؟ ايه. امك ماخذينها ليبي؟ لا باكستاني، ابوي باكستاني وامي باكستانية. سبحان الله. شو تعرف من الكلام الليبي؟ شيء يعني متعارف عليه في ليبيا. والله اللهجة العرب هذه كلها نفس الشيء. في فرق شوية في النطق بس. ايوه. سبحان الله، ما شيء غنية، شيء كلام جميل تقولنا إياه عن ليبيا؟ والله بليز يعني لو سمحت. أقول لك شيء، لي 15 سنة الحين طلعت من ليبيا، نسيت أنا الحين لي 10 سنين في الإمارات. والله مرحبا بك. مرحبتين. يعني لا هنتين ما يسدن، 1000. لازم بتقول لي أي شيء عن ليبيا. والله ليبيا الحين خلاص من البلاد كانت زين. أقول لك، أنت اسمك ما قلت لي شو؟ اسمي زهور. زهور؟ زهور 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 زهور، لكن العرب يقولوا لي زهير. زهير. أي. زهير. زهير زهير بطرس غالي. تعرف بطرس غالي؟ لا ما ادري، كان شيخ في لبنان. اقول لك قلنا اي اغنيه مال ليبيا من الاغاني الليبيين اللي تحافظنا. عشت 20 سنه هناك انت. صعبه شويه لكن مالك دعوه، ما يخصك فيي. نعرف كلام شويه بس. يلا انزل يلا قول. ونموت على طاريهم بس رقاق الحس، رقاق الهلس، حس اللي ما يلقاه لهون ونس. بس هدية اللي حفظها بس. بعد مرة ثانية عيدها. ونموت على طاريهم بس رقاق الحس، رقاق الحس اللي ما يلقاه لهون ونس. ما شاء الله، أشوف وجهك وجهي تبارك الرحمن. ما شاء الله. شكرا شكرا يا زهور، والله يخليك ويبارك فيك. آمين. أنت بين أهلك وناسك وعربك، مرحبا بك. مرحبتين فيك. ما علي زهور، شوفني حبيبي. اقول لك انت الحين شو تشوف الامارات يوميتها؟ والله ما شاء الله بلاد مين. انا لي 11 سنه هنا. انزين. اول ما جيت الامارات كنت بسمع فيها الامارات كيف قلت بروح بشوفها. هي. بعد ما جيت هنا لي 11 سنه الحمد لله، بلاد ما شاء الله والناس طيبه، والحين رزقنا هنا ومشي حالنا. مبسوط؟ الحمد لله. فرحان؟ الحمد لله. مرحبا والله وسهلا. يا مرحبتين. شيء تبه؟ شكرا جزيلا. تسلم. زين قلت بتدخل الحين داخل بتخلي بيحطون لك غداء. زين انت واللي وياك العمال. زين وين ربعك الحين؟ ربعك وين؟ مداخل. زين وجين شغالين في بيت السياره هاي. اي ما عليه، لا تقول من مال شو اي شركه، ما يخصك انت بس. زين يلا سيروا الحين. اوكي يلا بارك الله فيك. انا بدخل وبجي. بعد تدخل يا ويلك. يا ربي يعني اقول لك لا تاخذ على الغريب عاده، ترى الغريب منتهى بلاد لو تصير. نحن معلوم ان دبي ابو ظبي الجزيره راس الخيمة وين عمان كل هالامارات تبارك الرحمن. الله اكبر وحده. مهما تصير تستانس، لازم ترد بلادك وقعك يعني البلاد وحده. الله اكبر وحده يعني لو تصير. الله ما بروح حين كم اذان هذا. يا مرحبا ابو صليح. مرحبا. انا في البيت موجود. حيا انزين بتبتي؟ ما
انت ما تعرف؟ انت ليه تخذت الابليس وداويه؟ انت ما تعرف؟ متى الساعة كم؟ زين بتريق عندنا ولا عند في عند عندي في بيت؟ شو تبى يسوي لك؟ لا لازم تقول شو تبى؟ شو تريد ريوق؟ تبى كيمة؟ كيمة؟ تبى كيمة؟ كيمة وبراتة، شو رأيك؟ والرجيم وين؟ الرجيم؟ الرجيم زين حق الرجيم؟ يلا شكرا. توني واصل الجيم. طلع الكابتن وين؟ مقط لك ريعينات وها. طلع شي طالع. والجيم اليوم عاد السبت الناس وياي اللي جاي من الشرق واللي جاي من الغرب ما في حد وايد. يكاد أن يكون خالي فيه ثلاث أربع أنفار. جم بكبرة ما فيه زود ناس. ضحك ريحينات زين. بنرمس الخلاط إن شاء الله من عقب ما خلص التمرين بنرمس الخلاط. أحد إخوان ولا ربع له شو؟ إخوان دنيا كمان إخوان دنيا. إخوان دنيا. إيه. كابتن شو البرنامج الجديد؟ ان شاء الله الحين بنسوي يومين شغل ويوم راحه وبعدين يومين شغل عشان ترتاح شوي. اليوم ان شاء الله بنسوي صدر وباي، بكره بنسوي ظهر وتراي، وبعد بكره وبعد يعني بيكون يوم الاثنين بتكون فيه راحه، وبعدين ثلاث بنسوي يوم ويوم الاربعاء كتاب عشان يوم الخميس ترتاح كمان. طيبكم يا الجو ين يسوى نوم العين. الحمد لله رب العالمين ما ضاقت إلا عند الله فرج. صبرنا على هاك الحر وهاك الزر وهايك الدنيا كلها ولا اختلف علينا شيء. الحمد لله قيضنا بوي في هنبة وقيضنا على رطب وقيضنا على الويميات وقيضنا على حبات الريح والخير ليه في الدنيا العودة كله في هالدار. والحمد لله ما استوى علينا شيء إن ما سافرنا ولا سرنا ولا بقينا ما بلازم. السير والجي ملحوق عليها ملحوق عليها. الحمد لله رب العالمين الأمور طيبة وكل شيء زين وكل شيء خير والحمد لله. يعني الآدم يوم ما بيسافر سنة ولا سنتين لو ثلاث لو أربع ما بينقص شيء من ملك الله، ما بينقص شيء من ملك الله. الحمد لله الأمور طيبة وكل شيء زين، حالنا طيب وفي بلادنا ومستريحين. أمنه ابتدأ وإليه يعود، يسير البصر على طولة ورد على محصولة. وين تسير؟ بتسير لازم بترد. سرت حين هم سنة الخميس جلس الخميس بين دبي والشارجة والجمعة ورديت مكاني بوظبي. اسطرنا من البلاد سرنا وين ما نبى أي مكان أي دار أي ديرة بنسير نسير ونرد بلا يعني تسير طالت زمان ولا قصر. الليلك لك ما تلقط الدورة من الليلك والواحد ما يتبرى من مكان بعقر داره بقعته وين 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 الله كاتب الرزق والحلال وعيشته. هذه هي دارك إن كنت أنت جاي البلاد أو ساكن أو من هالبلاد أو عايش في هالبلاد ما تصبر عنها أيا كان أيا زائري هالدار تعن عليه شرات الدوخة. شرات الدوخة أبدا 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 غادي أبدا من يطرونها شهق. هي والله هاي هي دولة الإمارات. يلا إنك تحفظها هالدار. هذه عاد قصيدة سويناها متواضعة حق أبو محمد خالد الخادي. قلت عاد أبو محمد بنظم أقوالي من ضميري له من الجنة، من ضميري له من الجنة جالسا في منزل عالي باسطا والخدم يحضنا نور ويهه بدر وهلالي وملحسن ربي جاسنا ما شفت مثله في البلادي من نبي الأخلاق عاطنا زاهيين بلبس وعدالي
والعيون السود حلنا يعلى اسمه دوم في العالي ويهتني باللي مودنا. اسمحوا لنا هذه